أنا سعيد جدا النهارده، أنا هنيش ماجازين للمرة الخامسة، وسعيد النهارده أكرم كامباسادور كسفير للموضة المصرية من نيش ماجازين، وبقول لهم ألف مبروك، وأنا من كل قلبي I'm so happy، وده يا رب يقدرني إن أنا أشتغل أكتر وأكتر وأكون معاهم السنة الجاية. والتكريم مش جاي من فراغ، الحمد لله رب العالمين، بحاول أجتهد والحمد لله يا رب، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. أنا الحمد لله رب العالمين.